اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. كل عام وحضراتكم بخير، كل عام والامه الاسلاميه بخير، كل عام وكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه التلفزيون المصري بخير، كل عام ومصر بامان وسلام. النهارده مع بعض في اول ايام الشهر الكريم كالعاده وعدنا حضراتكم ان يكون لنا مفاجات ان شاء الله في البرنامج بتاعنا. لنا ضيوف 30 ضيف هيكونوا معانا كل يوم مع بعض، ولكن للامانه هم مش ضيوف، هم اصحاب مكان واصحاب خبره وانتوا بتحبوهم وفي علاقه ود بينا. النهارده هيكون معانا ضيف مميز جدا، هو اللي هيقول المنيو بتاعنا. انتوا متعودين الشيف المغازي يقول معانا هنعمل ايه النهارده، لا هو اللي هيتكلم عن المقادير، هو اللي هيختار الاكل بتاعه، وهنتدخل في تفاصيله ونعرف تفاصيل حضراتكم بتحبوا تعرفوها عن حد بتحبوه بيقدم لنا ايا كان نشره اخباريه، اكيد هتعرفوا الموضوع، بيقدم لنا فقره اعلانيه وهكذا. المنيو بتاع النهارده منيو رمضاني، ولكن نصيحتي لحضراتكم في اول الشهر الكريم دايما نكتر السفره بس بكميات قليله، يعني مفيش داعي ان احنا نكبر الكميات ونزود الكميات، يكون في 3-4 اصناف على السفره بتاعتنا ولكن بقدر الامكان كميات قليله. مش عايز اطول حضراتكم لان ضيفنا طبعا هيكون في استقباله وهتكون مفاجاه باذن الله تعالى، واللي فيه اسئله ممكن نسالها من خلال السوشيال ميديا واتصال حضراتكم لينا وتهنونا طبعا بالشهر الكريم. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل مفاجاه مع ضيف موجود معانا النهارده، وطبعا ضيف كمان احنا بنحبه ونعرف تفاصيله ونعرف ايه الاكل اللي بيحبه من ايد والدته وايه علاقه والدته مع المطبخ، هو هل بيخش المطبخ مش بيخش المطبخ، اسئله كتيره بصراحه مجهزها لي وانا مش بحب احفظ، فهتلاقوا تلقائيه الشيف المغازي برضه مع الضيف. اوعوا تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ونستقبل ضيفنا وضيف حضراتكم، وانتوا اكيد عارفينه وبتشوفوه دايما على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، مقدم نشرة التاسعة. طبعا هو متعدد المواهب، أنا مش عارف قعدت أتكلم عنه عن الصبح، أنا قعدت معاه على علاقة شخصية بيه طبعا، فعنده حاجات كتير وبتعلم منه فصاحة اللغة العربية. فهو النهاردة هيكون معانا ضيف وهيقدم لنا المنيو بتاعنا باللغة العربية الفصحى، زائد إن هو ممثل شاطر طبعا ومشجع للأهلي وأهلاوي متعصب. فهل يا رب يحب الأكل برضه بنفس حبه للأهلي؟ معانا ضيفنا الأستاذ المتألق رجاي رمزي، اتفضل. مقدمة نارية. يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا. ازيك يا شفنا؟ ازيك يا أخبارك إيه؟ كل سنة وأنت طيب، رمضان كريم عليك وعلى كل حبايبك يا رب، وعلى كل مصر يا رب. أمين يا رب. حبيبي الله يكرمك. منورني في البرنامج أكلة أمي. أنا أقعد هنا؟ حبيبي اتفضل. ماشي. مكانك. أنت اللي قاعد فيها، أنت أستاذ في. الله يخليك، الله يكرمك. ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيب. منور حبيب قلبي. الساده المشاهدين متعودين مني ان انا دايما اقول هنعمل ايه النهارده، منتظرين مني هم. خلاص عرفوا معايا النهارده الاستاذ رجاي رمزي وزي الفل يا رب، ولكن يهمنا يعني هناكل ايه. عظيم. انا معايا ماتيريال كده، معانا المخرج الشاطر الاستاذ فاروق طبعا، كل سنه طيب يا مخرجنا وكل فريق العمل طبعا، والمصورين والاعداد والاداره وكله، كل عام وحضراتكم بخير. احنا معانا الماتيريال بتاعنا، قول لنا بقى المنيو بتاعنا ايه. يعني عايز اقول لكم بس يعني الاكل اصلا يجوع. يعني للاسف الواحد صايم، فيعني مثلا انا كنت قاعد كده كنت نفسي كده انقنق في حاجه. في نقنق كتير بصراحه. بس يعني سبحان الله الواحد صايم، الحمد لله الحمد لله. قول لي يا غالي الاكل. يعني مثلا طبعا الفراخ طبعا. احنا عندنا فراخ ورز وبطاطس. يبقى نعمل كده. انا عايزك بص هقول لحضرتك على حاجه، علمونا في التعبير وفي اللغه العربيه، يدونا كلمات ونطلع من الكلمات دي موضوع تعبير، جمل مفيدة. ميش. فأنا الماتيريال اللي قدامك هو طلع لي أكلة أو اسم أكلة بقى من. طب هو مبدئيا كده. أيوة. فراخ معانا ومكون وبطاطس وبصل طبعا وفلفل. طماطم. ده حاجة عظيمة. وبصل. البصل والتوم داخل في كل حاجة. تمام. يبقى نعمل إيه كده؟ صينية. في لحمة مفرومة أغششك أنا، وفي حاجة طويلة كده. ماشي. ما هو هنعمل بس المندش الأول. طيب. بعدين الحاجات اللي. طيب. أنا عايز حضرتك تقدم لي صينية الفراخ بالبطاطس. طيب. أكيد. طيب. كأنك بتقدم نشرة إخبارية، بس نشرة إخبارية مفرحة يعني. خبر خبر صار يعني. خد بالك. أيوة. إذا نقوم بتتبيل الفراخ. أنا بحب أصلاً أنا أتبل الفراخ. أيوة. أنا يا جماعة يعني من هوايتي إن أنا بطبخ. فانا بحب اشيل الحاجه اللحمه او الفراخ متبله في الثلاجه في الفريزر. وده كويس. صح. انا ماشي صح ولا ايه؟ لا ما لسه. انا عايز اسمع. انا عايز اتعلم من حضرتك اللغه العربيه. اتفضل. طيب نقوم بتتبيل الفراخ وتركها في الفريجيدير لمده. أيوة. مثلا يوم متبله، ثم نقوم بتقطيعها. ده لو احنا على فكره اقول لك حاجه، احنا عايزين نعمل صينيه فراخ. أيوة. بطاطس
وتكون الفراخ محشيه رز. اي حلو، رز بالخلطه. بالخلطه، ايه رايك؟ بتحبها كده؟ يا ده طبعا. بتحب تاكل؟ طب بتحب تاكل بايد والده حضرتك ايه؟ كل سنه طيبه طبعا ست الكل، عادتنا مذيع شاطر والجميله بتاعتنا زي يعني كل سنه وهي طيبه، وكل امهاتنا كلهم بخير وصحه وسعاده، ورمضان كريم علينا وعليكم. امين. يعني بمناسبه طبعا عيد الام 21 مارس، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم يعني اللي شايليننا لغايه دلوقتي، يعني شايليننا احنا وشايلين ولادنا، فكل سنه وانتم طيبين. امي الجميله الست الرائعه، تحيه كبيره لها. كل سنه وانت طيبه طبعا. طب بتحب تاكل من ايد والده حضرتك؟ كل حاجه هي ماما اكيد ده بقى. كل حاجه، بس لو بتعمل حاجه قلبك بيرفرف هتقول لي كل حاجه. بص شغل بقى التمثيل مش عايزه، كلم الحقيقه. ايوه قول لي في حاجه قلبك بيرفرف لما تشوفها. لا انا بحب اصلا يعني ماما بتعمل اكلها نفسها حلو. حلو. بس انا بحب يعني بحاول اعمل دايت فما باكلش حاجات يعني مثلا محشي كرنب، حاجات الدايت دي الجميله دي. مثلا الكوسه بالبشاميل. مثلا الكوسه بالبشاميل. مثلا في عندنا ايه؟ مكرونه بشاميل. في عندنا ايه تاني؟ كل الحاجات الطواجن بحب تعملها وبحبها. طواجن كتيره بس طاجن عكاوي مثلا. لا هي سمعانا دلوقتي وشايفاك وفرحانه بيك انك هتطبخ. هل انت بتطبخ في البيت؟ طبعا. بجد؟ طبعا. طب لما تخش المطبخ وتبين انك انت شاطر بتعمل ايه؟ انا بخش بفتح الثلاجه بالظبط كده، مثلا بيبقى عندي حاجات زي كده والله هحط ده على ده على ده على ده واعمل حاجه جديده. واحيانا مثلا اكون مثلا قاعد بفتح يوتيوب على اكل عجبتني حل. فانا بقوم بعملها يعني انفذها. بتشوف يعني المقادير اللي مكتوبه في الحلقه اللي شفتها وتعملها. مش اختراع. انت بتحب المطبخ. جدا. عشان كده فتحت مشروع طبخ، مشروع مطعم. كنا مش انا بس، كنا يعني مجموعه لفيف من الزملاء الاعلاميين. فعملنا مشروع كده لطيف جدا. أي. ونجح نجاح مبهر. طبعا. أي. طبعا. وده لدرجه ان احنا فتحنا سلسله يعني فروع من طبعا طبعا. نجاح مبهر. خلي ماما ضاغط كمل شهر اصلا معاي. خلي بسم بالله ما كمل شهر. خلي التفاصيل معايا مع انه قال لي ما تتكلمش في الموضوع ده، هو اللي عايز ايه يجود فيه. طيب انا عامل دلوقتي صينيه. لا مش علشان عشان الزملاء بس. صينيه فراخ بالبطاطس، بما انك انت قلت مكوناتها باللغه العربيه. فانا عايز حضرتك تقطع لي الفرخه دي على انا ما اشتغل شغلانه ثانيه. اوي اوي. ساعدني بقى. طبعا. تعالى حضرتك تحب تقطعها يعني؟ بص الرجاله دايما بتخش في معركه تقطيع. يلا بينا. والسكينه الفرخه اهي، قطعها بمزاجك انت وانا هجهز الحاجات. يا جماعه على فكره فين الكاميرا بتاعتك؟ مش اي حد على فكره يقطع الفرخه. ايوه بس. الموضوع مش ممكن. قول لنا المنيو بقى عشان هينزل دلوقتي والساده المشاهدين يكتبوه ورانا. معانا يا جماعه فرخه. ايوه. منظفه تنظيفا جيدا. ايوه. عندنا طبعا بطاطس، وعندنا كمان طبعا البصل. انا بحب الحاجات تبقى بالبصل. التوم برضو ممكن ندخله معانا. الله ممكن فلفل. ده اساسي فلفل اساسي يا رجائي. ما هو انا بالنسبه لي ممكن حضرتك بالنسبه لك اساسي ما تحتاجناش بقى يا شيخ. انت مش بتحب التوم؟ انا بعشق التوم. لا بجد انا بعشق التوم. طبعا بتحب التوم والبافل. تحب تشوف شكله وطعمه وكل حاجه. اكيد. بس في ناس تحب تاخد طعم التوم بس ما تشوفش شكله. لا باودر يعني قصدك؟ لا انا احب التوم توم يعني توم. طب انا عمي رجائي واستاذ رجائي انا كده تمام. اتفضل. بس انا كده لبستك على ايوه اطلعها لي بقى بطريقتك وانا هعمل حاجه حلوه قدام رجائي كده عشان برضو نكسب وقت الحلقه بتاعتنا. احنا عندنا سبوسه باللحمه. تحب اقول لك استاذ رجائي بقى ولا رجائي احنا اصحاب دلوقتي؟ لا المساعد بتاعي وبتاع. انا عايزك تقطع الفرخه بطريقه صح عشان دلوقتي هم عايزين يشوفوك. بص يا جماعه الفرخه لازم طريقه التقطيع بتاعتها لازم تبقى يعني وانت ماسك السكينه فيها ماسكه للسكينه مش الموضوع مش حمشوه. طيب انا والاستاذ رجاء بيقطع الفرخه. انا استاذتنا بعد اذنك نشوف مقادير برضو السبوسه باللحمه عشان برضو نكسب وقت. مقادير السبوسه باللحمه ازاي نبقى شطار وبرضه هخلي رجاء يلف في سمبوسه. طبعا. مع انك انت لو مسكت النجفه مش هتعرف تلفها. بس هعلمك. هنعمل سمبوسه باللحمه النهارده ونشوف ازاي نلف السمبوسه وما تفكش منك في قلب الزيت وانت بتحمريها. دي مهمه جدا على فكره. كلنا بنلف سمبوسه يا عم رجاء وفي الاخر الخلطه تنزل في الزيت والحشوه تطلع بره ويبقى شكلنا وحش قوي. الفرخه اتقطعت ولا لسه؟ لا ده مش بسهوله. مش بسهوله. شايف. بعدين على فكره السكينه لازم تبقى حاميه. طبعا. ده من اساسيات يا جماعه. احنا لازم نحمي السكينه طبعا قبل ما نحمي السكينه. طبعا. قال لك السكينه والمستحد مش لعبه اي حد. لعبه رجاي. طبعا طبعا. شوفوا بقى رجاي وهو بيسد السكينه. شاطر.
انفع؟ لا لا خلال الله والله اكبر. تمام حبيبي. قول لي. حلو. تمام. طبعا انا عارفك تخش المطبخ، ولادك مغرمين بيك وبيحبوك دايما تاخد اجازه. طبعا. في يوم الاجازه اكيد بتخش المطبخ تبين بقى انك انت شاطر وتعمل لهم اكل. هم يحبوا ياكلوا من ايد حضرتك ايه؟ انا بعمل مثلا فراخ. يعني الفراخ واللحمه دول داخلين في كل الحاجات اللي انا ممكن اعملها. رز بقى، ممكن مكرونه، ممكن اعمل اكل صيني. حلو. ده بحب جدا. هم يحبوا ياكلوا الصيني. طبعا. طبعا. بالنودلز والحاجات دي بتبقى لطيفه جدا. حلو. اكيد بكوسه بالبشاميل. انا عاشق للكوسه بالبشاميل، المكرونه بالبشاميل. بقيت اخترع بقى حاجات. يعني ايه بخترع؟ يعني مثلا ادخل مع الكوسه مدير السمبوسه. ايه رايك نشوف مدير السمبوسه؟ شوف السمبوسه بتلف ازاي. انا مش عايزك تغلط وتعور ايدك بالسكينه. يعني ركز في مسكه السكينه. بص السمبوسه بتلف ازاي. لحمه مفرومه. تتعصق ببصله وتومه حلوه كده. ودايما الشهر الكريم في بدايته لازم يكون عندك في تلاجتك لحمه مفرومه متعصجه. التلاجه ما تخلاش من لحمه مفرومه متعصجه. بتخليها بقى في 50 حاجه. تمام. اولهم يا عم رجاي مثلا صينيه جلاش باللحمه، صينيه رقاق باللحمه. حلو ده. سندوتشات فاهيتا باللحمه، سمبوسه باللحمه، مكرونه بالبشاميل باللحمه، كوسه بالبشاميل باللحمه. شفت السمبوسه زي الفل. الزور واضح ان هو عامل عمايل. الزور اللي هي الرقبه بتاعت الفرخ. دي مناب، خلي بالك ما تفرطش فيها. يعني ممكن نحطها في ميه تتسلق وناخد الشوربه بتاعتها. طبعا. طبعا. انت بتحب في الفرخ بقى الورك بتاعها ولا لا؟ الورك. انا بحبش. انا نفس الطريقه. انا ما بحبش الوايت. الوايت ميت. انا احب الدارك ميت. حلو قوي. تمام. طبعا بيجي الشهر الكريم، كلنا لنا مواقف مع بدايه الشهر الكريم. يا بنتعزم يا بنعزم. انت بتحب اي واحد فيهم؟ انا لا بعزم ولا بتعزم. لا ده بخيل يا تنين اصلا يا رجل. لا 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 مش لا مش لسه بخل يعني. لا انت منين طيب؟ قول لي. انا طبعا الحمد لله الفرخه الاخيره بعد كل انتظار قطعت. الحمد لله. انا نصي من القاهره ونصي من اسكندريه. طب يا راجل كريم وزي الفل. لا طبعا طبعا طبعا. انا بهزر. انا بهزر. لا لا طبعا انا بحب. لا بحب لا بتعزم ولا بعزم. يعني الموضوع يعني سامي مش انت مسكت في الكلمه يا شيخ. لا 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 قول لي بتعزم ولا بتتعزم؟ عايز اجابه واضحه. لا انا احب اعزم. تحب تعزم؟ عشان انا احب اخش المطبخ كده. يعني تعمل الاكل بنفسك ولا تشتري بقى تطلب؟ لا لا لا. لما يكون مثلا في ديش بارتي ولا حاجه. يعني احب اساهم في الموضوع. طبعا. حلو. طبعا تعمل فيش. بشاميل بقى. بتاع ده فراخ. حلو. بانيه. الحاجه اللي انت ماشي يعني. على توزيعك يعني. طبعا. حلو قوي. شفت رجلك تلف لف سمبوسه زي كده. الله. امسك كده لف. مايسترو انت برضه. طب بس لا شوف. لا 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 ده خبره السنين يا عم. بس انا لاحظت وانت بتعمل. على فكره رجاي على المستوى الشخصي حبيبي وصاحبي، يحب يقعد معايا ودردش. انا بتعلم منه اللغه العربيه. هو بيتعلم مني التكات بتاعه الاكل. لا شوف السمبوسه ازاي كده. بعد كده دي انت عشان اعلمك تلف سمبوسه. ترجع الف باء مطبخ. ده حقيقي. بص ده حقيقي. بص 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 شوف يا جماعه بيفرد عضلاته. لا والله العظيم اقسم بالله. ده بص على فكره. بص الله. مش اتلفت يا شيخ. لا مش لا مستحيل يعني. والله بص انا عايز بعد كده. ايوه. دي ايه ده؟ روح البيت. لا مش غير ده. بيقول لي ده دقيق. ده دقيق وحليب. دي سوري دي وميه. معاهم يا جماعه تكات الشيف. علشان السمبوسه ما تتفتحش مننا. مستحيل. في النار. فدي تكات الشيف خاصه لما تكون جبنه. معلش دي تاني ايه؟ دي معلتين دقيق في شويه ميه علشان يا جماعه السمبوسه ما تفتحش مننا. فبعد على الطرف بتاع كده. الحاجات دي انا على فكره مش تعرفوها في اي حته. شفت ازاي؟ نلف مع بعض شويه. طيب بسيو رجاي قول لي تحب اعمل لك ايه؟ انا عارف اللي بيدلعوك. يقول لك يا جو. جو؟ لا ده جو يوسف. زميلنا يوسف عبدين. والله النيك نيم ممكن مثلا ريجو. ريجو. رو. بتسافر لبنان كتير انت بيدلعوك هناك ريجو. لا انا عمري ما سافرت. لا بس كواليس قالت لي كده. انا لبنان هي اللي بتجيني. لبنان اللي بتجيني طبعا. مصر ومدري. ايوه. طب ريجو هيقطع لنا الفرخه بعد روجي. قطع لنا الفرخه روجو. ده ايه يا عم؟ ده عارفين كل حاجه عنك. ريجو هيقطع لنا
لا ما خلاص اتقطعت. طيب اربع طيب تمام زي الفل. زي الفل. ممكن بقى ان البطاطس نقطع البطاطس عشان البطاطس. نعمل البتاع ده. شيل خلي الفراخ على جنب كده وقطع لنا البطاطس جنبيها كده يبقى زي الفل كده اهو. طب نسيبونا نرتب الفرخه مع طبعا رجائي يعمل لنا صينيه الفراخ بالبطاطس النهارده. وانا السمبوسه خلاص تقريبا خلصت معايا عشان الحلقه فيها شويه شغل برضو عشان ما حدش يزعل مننا الضيف معانا والضيف حضراتكم ونستمتع مع تفاصيله وخصوصياته وازاي بيقضي رمضان. وحضراتكم اكيد بتعرفوا مذيع شاطر بتشوفوه على شاشه القناه الاولى وانتوا قاعدين بتسمعوا للنشاط الاخباريه بتاعته تستمتعوا مع اللباقه والفصاحه. عايزين تعرفوا برضو تفاصيله عنه في المطبخ والعلاقه الاسريه والجو ده كله. وفرصه عظيمه في الشهر الكريم ان احنا بنقرب لبعض بكل حاجه حلوه. هنطلع فاصل صغير ونرجع مع تقطيع البطاطس طبعا والسكينه في ايد رجائي بتتعذب. اوعى تروحوا بعيد تماما. ورجعنا لحضراتكم مسكه السكينه برضو انا اسف يعني برضو شيف شيف يعني والله بجد يعني حتى مسكه السكينه وبعد كده في تريك كده عملها انا الصراحه ما كنتش عارف هو بيقطع البطاطس عشان البطاطسايه تنام على البلانش اي مظبوط فعشان يعرف بقى لا يعني برضو مثلا تعالى خليك ايه خبره يا جماعه خبره تدعي لي بص البصلايه دي عايز تقطعها سكه كده وقطعها اكيد هتعور ايدك البصلايه دي تنزل منك تقع منك تمام عشان اقطعها اعمل ايه؟ ما لازم تقطع كده لو قطعتها كده دي مش تقطعها صح ففي طريقتين اقطعها وهي سليمه اجي اعمل كده الحركه دي كده الله شوف يا جماعه حلو الكلام عشان الكاميرا بس تنزل هنا كده ايوه يا اما ان انا اقطعها نصين واجي اقطعها كده ده النو هاو بتاع الشغلانه يا رجاله لا انا عايزك تقدمني صح بقى قدمني معلش مع اجدع شيف يا جماعه شيف مغازي في تريكات كده كلنا بنخش المطبخ كلنا بجد بنخش احنا كرجاله بنحب نخش المطبخ بس دخلت على المطبخ عن دخلت مطبخ تانية تفرق فبجد يعني شيف مغازي انا متشرف ان انا مع حضرتك النهارده بجد وانا متشرف ان انت معايا انت حطيت اخر حاجه كزبره صح كزبره وكزبره احنا عايزين من حضرتك دلوقتي ترص لي الفراخ على البطاطس خلي بالك المخرجنا بيقول لي في الاخر احنا عايزين نشوف اكل فانا اهو رص لي الفراخ دي كده على صينيه البطاطس نقطع طيب الفلفل الاول على بتاع لا بس شوف كده الفراخ استوت على فكره ماشي وانا هحمر الشعريه جنبك كده يلا بينا لا ممكن تاخد شوكه تانية ساعدك ايوه الله عليك حلو قوي طب واحنا قاعدين بندندج مع بعض كده انا عارف انك انت ممثل شاطر قوي والله بنحاول يعني لا بتحاول والمحاوله في حد ذاتها نجاح يعني انك انت تحب تعمل حاجه حلوه يعني هو التمثيل بالنسبه لي هو يعني هوايه وهوايه انا بحبها جدا عايزين نقفل بس البتاع دي عشان انا هنحطها هنا خلي بالك هنحط الشوربه دي على الفراخ تمام المفروض يعني ممكن في اي حاجه ايه طبعا في كل حاجة ما نولعش في الدنيا فرجوعا لها بقى لموضوع التمثيل هو التمثيل ده بالنسبة لي يعني هواية وأنا كنت محظوظ يعني إن في ناس تعهدتني في الموضوع مناتك يعني تبني بالظبط كورش طبعا المبدع أحمد مبارك وهو دلوقتي يعني كان عمل شغل عظيم جدا في الدوم كمان الله يرحمه اياد داوود برضو كان لي اسهام عظيم حاضر انت عايز كل الشوربه كل الشوربه حاضر من عينيا والخضار كمان يا جماعه شيف مغازي بيختبرني لا لا هو لازم تسيبش حاجه منها عشان تفاد تيست والطعم بتاع الفراخ حاضر ايوه هو ده حبيبي بس تسلم خلاص ممكن دي نشيلها نحط بقى دي على النار هندخلها الفرن دلوقتي حضرتك برضو هتدخلنا الفرن ماشي لا مش على النار هنا ماشي خش الفرن يلا بينا شايف يا رامز عايز يحط البايركس على الازاز على البوتاجاز انت عايز ترتكب دلوقتي جريمة. مشكله طب احنا مش هنقطع طيب فلفل كده نقطع فلفل نحطه على البتاع ده ومثلا لو نحط هنا صلصه شويه فلفل اسود بقى هنا كده عليها شفت صينيه الفراخ حلوه ازاي يا جماعه الريحه يا جماعه هتخلي الواحد والله يعني يفطر يعني يلا ما بس يلا بينا ندخلها الفرن فين الفرن بتاعنا ايوه حبيبي قول لنا دي اتحط يا جماعه برضه انا عايز اقول لكم حاجه مش اي حد يدخل الصينيه في الفرن مش اي حد يدخل الصينيه في الفرن ايوه طبعا طبعا تسلم ايدك ارقدي في سلام
طيب الذكر وخالد الذكر خالد جلال غني عن التعريف طبعا. انا طبعا كنت من المحظوظين اللي كنت يعني خدت فرصه ان انا اتمرن على ايده اتدرب على ايده ازاي ان انا يعني الواحد وقفه المسرح شكلها عامل ازاي الاداء على المسرح شكله عامل ازاي. طبعا هو يعني ازاي خلي الجمهور يضحك طبعا جداً هو وهو برضو استاذ خالد جلال عنده ميزه ان ممكن يخليك تضحك جدا جدا وفي الدقيقه اللي بعديها تعيط جدا 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 يعني تضحك وتبكي في نفس الوقت هو مبدع وخلاق ويقدر يطلع منك يعني حاجات انت شخصيا ما كنتش تقدر او ما تعرفش ان هي موجوده عندك يعني كممثل. انا بعمل ايه دلوقتي؟ دي طبعا الشوربه الفراخ طبعا والعضب بتاع الفراخ مع بوكيه جرنيه جزر وكرفس وبصل وثوم. حلو قوي طبعا. انت معلش بوكيه ايه؟ بوكيه جرنيه اوكي جزر كرفس بصل ثوم الله من كان هذا الفراخ رقبه الفراخ وده كله في الاخر على الشوربه دي شوربه الفراخ بالدجاج. ايه رايك الشوربه؟ لازم طبعا الشوربه على السفره طبعا انا بحب جدا برضو الشوربه انا بحب شوربه الشعريه مش تسال على طول هنا الشعريه دي شعرية. حاجة عظيمه جدا دي طبعا شعريه مع شوربه انا اول مره اشوف يعني او ما جربتش قبل كده الشعريه بالجزر ده اختراع وهجربه ان شاء الله النهارده. ماما معلش انا اسف بعد اذنك يعني لو حضرتك بتتابعيني عايز النهارده شوربه شعريه مع الجزر بعد اذنك انا اسف. لا ماما تحب تاكل من ايدك ايه؟ سؤال عظيم. لا يعني انت دخلت المطبخ وانت عارف ان هي بتحب الاكله دي. بتحب تاكل الكوسه بالبشاميل من حضرتك؟ النقطه ان انا بفتح الثلاجه بحط مكونات على بعض مصمم على فكره انا بحترم المدرسه دي مش شرط اصل هو لازم بقى انزل اخد العربيه واجيب الكرفس مش مقلق اللي موجود هعمله بالظبط حلوه فانا بحاول موجوده بالموجوده برافو عليك صح. خلينا معايا طبعا مدرسه المغازي انا بعتبره في المطبخ كده انا بحب المدرسه دي على فكره اخش اشوف الثلاجه فيها ايه اشوف الادراك فيها ايه وابدا اطلع الحاجه دي واعمل المكون منها اكله هتطلع جميله جدا واولادك هيحبوها وجوزك وهكذا. هناخد بقى نطلع فاصل صغير لان في شغل كتير في الحلقه معانا خشاف بالعسل هيعمله رامز النهارده ومعانا السمبوسه بتاعتنا هنشوف نحمرها ازاي وشربة شعرية بالدجاج وفي صينية فراخ بالبطاطس عملها رامز جميلة جدا أكيد هيكون طعمها مميز أو هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبشوف لاحظت حاجة على رجاي واحنا في الفاصل يقعد واخد على القعدة لا في المطبخ العظمة كبرت يعني يا رجاي ده في شغل كتير على فكرة لسه السمبوسة دي والجو ده. استنى يا جماعة برضه عايز أقول لكم على حاجة الشيف عملها كده تكايه من التكايه بتاعت الشيف فتح الفرن وحط ايه حط الزبده على الفراخ عشان تدي اللون اللون بتاع اللون البرونزي بتاع يا جماعه الخبرات في الحاجات اللي زي دي بتفرق بتفرق واحد عن واحد في المطبخ يعني. لو انا بعتبر وانا بحترم الهوايه يعني انا اتبسطت منك جدا وريت الكلام ده لكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا والامهات والرجاله كمان. دايما مطبخك هو مملكتك انت افتح التلاجة وشوفي ايه اللي فيها ابداي وظفي كل حاجه موجوده عندك وبعدين فكري تنزلي تشتري مشتريات صح. انما كلنا ننزل نشتري الحاجه والحاجه موجوده فدي مشكله خلي بالك انا مش بحبها وكمان صح. حتى برضو مش اقتصاديه يعني لو بنتكلم على يعني عايزين نبقى نحاول ان احنا نبقى اقتصاديين على قد ما نقدر يعني فاللي موجود نقدر ان احنا نعمل بيه الشغل بتاعنا يعني. ايه رايك في الشوربه بتاعتي ده عظيمه جدا وريحتها يا جماعه بصوا ريحه الشوربه طالعه. انا عايزك يعني بص هوايه انك تغرف الاكل هنا دي لعبتي. طب انت عايز شوربه هنا نغرف الشوربه يا نهار ابيض بس كده اتفضل استنى عليا استاذنك نحط دي هنا كده اهو حاضر ديت احنا ممكن نرص الصف الطبق خلي بالك هو لونها كده برتقاني بس دي مقرمشه لطيفه وحلوه انا بحب ده على فكره انا بحب الحاجه تبقى كريسبي ومقرمشه انا بحبش الحاجه حتى في الفراخ بحب الحاجه تبقى لو عندك يعني سنس في ورصها كده بوزيشن عالي ما على فكره ده ال- 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 الشيف رصه معروفه دي الشيف رصه طبعا حلو احنا هنعمل دلوقتي طبق فول الفول فول بالطماطم الله انا بحب الطبق ده في السحور احنا كل يوم ان شاء الله باذن الله النهارده اول يوم هيكون معانا طبق سحور كل يوم يعني هريحك كمان انك تفكري الصحاري ايه
ممكن يكون فول بقى، ممكن يكون بيض، ممكن يكون لحمه، ممكن يكون فراخ، بس بطرق مختلفه يعني. ايه رايك يا عم؟ انا عايز اقول لك حاجه في موضوع الفول. انا يا جماعه بحب ان انا ادمس الفول في البيت. حلو. ما بحبش. صدقني بجد بجد انت جيت دلوقتي على الحته كمان اللي انا بحبها. التيست بتاعه بيبقى مختلف تماما. التيست بتاعه بيبقى يعني طبعا مع احترامي كل محلات الفول والطعميه يعني على عيني وعلى راسي، بس انا بحب ادبس الفول في البيت يعني بيبقى كده ليه تيست كده بتاعه. بس انا بقى تحط بقى عليه حبه العدس. العدس على الفول. طبعا طبعا في الدماسه. بعد ما تنقع الفول ايه رايك كده؟ اسمعوا طريقه تدميس الفول. من رجائي ورقه وقلم مكتوب عندك يا ست الكل. احنا هنجيب الفول. هنقعه مثلا يوم خلاص، وهنجيب عليه عدس ونحط العدس في هننقع العدس مع الفول. تمام كده يوم. حلو حلو. بعد كده ريحه الثوم عظيمه جدا. المهم في الدماسه بقى خلاص. في الريحه الحلوه دي كمان. انا بحب الثوم. بحب الثوم جدا. حلو. لما نلاقي نمسك الفوله كده نلاقيها خلاص يعني بقت طريه كده دايبه، نبدا بقى ان احنا ايه نحطها في الدماسه. نحط المكونات ايه بقى؟ فول طبعا، اكيد زبده طبعا، والعدس، وبطاطس. نحط بطاطسايه مثلا اكيد الفول على البتاع نقطعها كده. ايه ده؟ الله الله. وفي بقى حاجات ممكن نحطها نضيفها، يعني مثلا مكعب دجاج ماجي يعمل تيست. عندنا حبه كركم مثلا وبابريكا يعمل تيست. نشعر معلقه سكر، ودي حاجه على فكره ما حدش هيقولها لك كتير حتى الشيف مغيث. حبيبي يا راجل. نص معلقه كده سكر برضه هيعمل تيست عظيم. ده كده على نار هاديه شمعه. حلو. تاكلي بجد احلى. على فكره نور الفول لما يستوي على نار شمعه بيتدمس ويبقى طري افضل بكتير على نار شديده. طبعا. بس حاضر يعني. بص بقى رصه السمبوسه. شفت صينيه الفراخ دي يا راجل؟ الله. انت رحت فين؟ الله. انت عايز تحطها؟ ماشي يلا بينا يلا بينا. السمبوسه جنبيها كده مثلا. في الخشاف عندنا سريعا كده نعمله. خشاف. الخشاف يلا بينا نعمل خشاف. ايه رايك؟ طب فين البوله كده نحط الخشاف كده نظبطه؟ عايزك تعمل شويه خشاف حلوين كده عشان يبقى رجاي حصريا عمل خشاف بالعسل. مكونات الخشاف على الشاشه بعد اذن حضراتكم. مهم جدا. قليل من اليميش. أيوة. قليل من التين، قليل من القراسيا. والمتاح يا جماعه يعني مثلا لو احنا ما فيش عندنا المكونات دي كلها، ممكن البلح اللي هو الخشاف المجفف ممكن يفي بالغرض يعني. يعني مش شرط ان احنا ايه يبقى يعني عندنا الحاجات كل يعني الحاجات اللي موجوده يعني. دلوقتي طبعا طبعا. خلاص تمام. احنا بنحط الكميه. تمام. انا بحب العسل على حاجه. العسل على الخشاف تحب؟ طبعا. والبعض يحب سكر طبعا. بصوا بقى يا جماعه العسل كده، انا بحب العسل كتير الصراحه. الله عليك، تسلم ايدك. دايما الخشاف في تركايه كده بعد اذن حضراتكم مهمه جدا. احنا الخشاف عايزه يبقى طري وانا وقت الاذان. في طريقتين، يا اما انقعه من بالليل واحطه في التلاجة. الطريقه المستعجله والطريقه اللي انا اتحطيت في موقف وعايز اعمله، تحط ميه دافيه. احنا طبعا محضرينه ومجهزينه، بنحط ميه ساعه كده عشان على طول الاذان ياذن يبقى جاهز. تمام. هنقلبه دلوقتي ونغرفه في الكوبايات وتهدي منهم واحده لرودي وواحد لرامز. يلا بينا. اتفضل. برضو انا عايز اقول لكم مفيش يعني موضوع تقليبه الخشاف دي برضو مهمه، مش اي حد يقلب الخشاف. مش اي حبيبي يا رامز. حبيبي يا رجاء. والله انت منورني. والله يا شيف. حاضر. انا عايز بقى اسالك سؤال بقى معلش. اتفضل. لو لم تكن شيف. لو لم خليني امارس شويه. ايوه. 10 سنين مذيع. لو لم تكن شيف كنت هتبقى ايه؟ ضابط شرطه. حلو قوي. ليه بقى؟ من صغري كنت اكتب على الكراريز بتاعتي الرائد احمد المغازي. الله. وفي دلوقتي صديق ليا اسمه الرائد احمد المغازي، يمكن سامعني دلوقتي. تيمنا يعني. من العيله. فانا كنت هتمنى دي يعني. هتعبي انت الخشاف هنا؟ ماشي يلا بينا. السفره بتاعتنا النهارده طبعا المشارك فيها والمساعد فيها الشاطر المبدع المتالق الاستاذ رجائي رمزي. انا عايز بس المذيع الشاطر بتاع يعني هنغرف دلوقتي. عملنا صينيه بطاطس جامده جدا بالفراخ. وعملنا كمان شوربه الشعريه بالجزر. وعملنا السمبوسه الحلوه باللحمه المفرومه وشوربه الشعريه بالجزر وشوربه الشعريه بالدجاج والخشاف اللي بيغرفه دلوقتي المبدع المتالق
ضيفي وضيف حضراتكم ومش غريب عليكم، هو مش ضيف ده صاحب مكان، الله يكرمك، الاستاذ رجائي رمزي، ورب تكونوا استمتعتوا. ممكن يكون دمنا خفيف دمنا تقيل، دي حاجه بقى حضراته حكم تحكموا عليها، ولكن احنا في الاول وفي الاخر كل فريق العمل اللي بوجه له تحيه كبيره عايزين نقدم محتوى جميل لحضراتكم متغير، والتغيير يعني حاجه لطيفه. هنعمل اكل وحاجه حلوه، وانتظروا بكره مننا ان شاء الله يوم الجمعه، وكل جمعه من الشهر الكريم هنعمل عزومه رمضانيه، عزومه الله عائليه، الله نعمل اللي نفسنا فيه. اليوم المفتوح بقى هنعمل نعزم اهالينا قرايبنا حماتي مامتي اخواتي حبايبي في اصحابي، ده كله. شكرا لحضراتكم، وكل عام وحضراتكم بخير، وبشكرك يا عم رجائي. ده انا اللي بشكرك بجد، وانا اتشرفت واتنورت ان انا كنت مع الحلقه في الحلقه معاك النهارده يا شفنا. بجد انت حد مبدع، ونفسك وفي الاكل حلو جدا، وريحك حلو. اشكرك. اه والله اشكرك، حاجه من عند ربنا. الله يكرمك. الحمد لله رب العالمين. اشكرك. كل سنه وانت طيب، ورمضان كريم عليك وعلى كل حبايبك يا رب. امين يا رب العالمين. شكرا. مطبخنا على شاشة القناة الأولى يوميا في الشهر الكريم، رؤية إبداع فن. منين يا عم الشيف؟ قول لي أنت منين؟ من مزبيرو طبعا، من القناة الأولى المصرية. القناة الأولى المصرية.